ماشي كويس. هول صح؟ كويس انك فكرت. الساينس بيليف ذات اليونيفرس ايمرجت من ماسيف اكسبلوجن. ايه الماسيف اكسبلوجن ده؟ ات از ان ايه؟ اللي هي طبعا ان كان في جازيوس بول، والجازيوس بول دي حصل لها ايه بقى؟ كونتينيوس كونتراكشن اكسبانجن كونتراكشن، كونتينيوس اكسبانجن ولا كونتراكشن ذن اكسبانجن؟ دي continuous expansion. صح كده، لانها بيحصل لها طبعا كونتينيوس اكسبانجن. يلا اللي بعده. نشوف سؤال تاني. يلا. البريد مولد فانجس reproduces by ايه؟ يعني ازاي البريد مولد فانجس ده بيعمل reproduction عن طريق ايه؟ ها أسامة؟ طيب انا يعني هفتح المايك على اللي هختاره، بس اللي مش هجاوب هجاوب انا بقى عشان ايه ما نضيعش سبور وقت. بروباجيشن. ايه؟ سبور بروباجيشن. تمام صح، اللي هي البريد مولد فانجس طبعا بتعمل سبور بروباجيشن، لكن المشروم بيعمل زي البريد مولد فانجس برضه سبور بروباجيشن، لكن اليست فانجس، اليست فانجس هو اللي بيعمل بادنج طبعا. طيب هو الراجل هنا مشي 180 متر في 2 سكندز، يبقى السبيد قد ايه؟ بس هو كمان عايز السبيد بالكيلومتر بير اور، يبقى انا لازم اجيب السبيد الاول بالمتر بير سكند اللي هي ديستانس اوفر التايم. طبعا الديستانس 180، التايم 2 سكندز، يبقى 180 ديفايدد 2، واللي هيطلع بعد كده طبعا لو هو متر بير سكند وانا عايز احوله كيلومتر بير اور هعمله 18 اوفر 5، يبقى الاول 180 ديفايدد 2 اللي هي تطلع 90 متر بير سكند. انت بقى عشان تحولها لكيلومتر بير اور اعملها باي 18 اوفر 5، يبقى 90 باي 18 اوفر 5 هتطلع. مش موجوده في الاختيارات ولا انا شفت حاجه غلط؟ دي 90 عادي متر بير سكند. طب لحظه، لان انا مش شايف الاجابه في الاختيارات، او انا هحسبها تاني اوفر 5. لا انا مش شايف الحقيقه ان الاجابه موجوده في الاختيارات، لان هي السبيد 180 اوفر 2 لان هو 2 سكند، ودي ديستانس تمام دي 180 تطلع 90 عادي. عشان احول بقى من متر بير سكند لكيلومتر بير اور لازم تبقى 18 اوفر 5. هي طالعه معايا 324، بس انا الحقيقه مش لاقي الاجابه في الاختيارات، فممكن تكون كده غلطه في السؤال او حاجه. طيب اللي بعده. بيقول لي ذا ايمج فورمد باي بلين ميرور بتبقى دايما ايه؟ الايمج اللي فورمد باي بلين ميرور، نشوف هنا ايهاب. بتبقى ريل ريل؟ و لا inverted. خالص خالص خالص، البلين ميرور ما بتبقاش ريل، البلين ميرور بتبقى فيرشوال. virtual equal erect. فيرشوال وايكوال وايريكت صح، اللي هي دي طبعا فيرشوال وايريكت وايكوال. طيب according to big bang theory ال within minutes from big bang، طبعا الهيدروجين الريشيو بتاعت الهيدروجين تو هيليوم كانت كام؟ حور 3 to 1. 3 to 1 طبعا صح. السؤال اللي فات ده اللي هو نمبر 2 ده، هو يعني اكيد ما خدش باله ان هو بيحول من متر بير سكند لكيلو متر بير اور، فالتحويله دي اصلا تبقى 18 اوفر 5، خلي بالكم. فهو تقريبا حسبها غلط وعملها اساس ان هي 5 اوفر 18، لا هي 18 اوفر 5. مستر مش هو المفروض 180 divided 2 هتبقى 90 متر per second عادي؟ يبقى هي الإجابة يا شباب، معلش هي موجودة فعلا في الاختيارات، أنا اتأخرت إن السؤال فيه حاجة غلط، لا هي موجودة 90 متر بير سكند، بس هو الثلاث اختيارات دول كيلو متر بير أور، يبقى هي الإجابة 90 متر بير سكند عادي موجودة.
بس هنكتفي بالجزء ده، والوقت النهارده معلش كان صغير لان انتوا بتراجعوا حاجات من الصبح، وربنا يوفقكم بكره باذن الله.